طبعا هلا هاي الشوكولاته كثير سائله، شو بعمل؟ برجع بدخلها على الثلاجه تجمد بس دقيقتين، او حتى لو تركتوها بحراره الغرفه هي رح تجمد، بس انا بفضل اسرعها بالثلاجه عشان لما احطهم فوق بعض خلص ما بيخبصوا بعض. ايوه بحراره الغرفه ودافيه شوي حتى نقدر نحركها. شوفوا يا جماعه انا رح اضلني اطفي الجهاز واعمل بالسباتشيلا وبالجهاز لاني ما بدي اعب الدنيا طحين، واخترت اني اعملكم اياها بالوعاء الزجاجي حتى تقدروا تشوفوا الكونسيستنسي او القوام اللي انا بدي اياه بالكوكيز. اوكي فهلا اول شيء بدي اخفق الزبده، ورح اضيف لها الفانيلا، هلا بدي اضيف السكر الباودر، والسكر الباودر بدي اول شيء اخلطه بالسباتشولا عشان ما يعبي لنا الدنيا سكر، لاني انا مستخدمه الوعاء المنخفض هذا حتى تقدروا تشوفوا، وبعدين بكمل خلط. اوكي فاذا هي لحد الان فقط زبده سكر باودر روان، وبعدين رح ننزل عليه صفار البيضتين بالاضافه للطحين، لا فيه بيكنج باودر لا فيه بيكنج سودا ولا فيه اي شيء، فيه بس شويه ملح رشه بسيطه دائما بنضيفها للحلويات. لما يصير عنا الخليط شوي كريمي والفوم بتحسيه صار لون البيض شوي فاتح بنضيف صفار البيض، وراح اخلط واضيف الطحين تدريجيا. فشوفوا كيف هلا العجينه معي عم تتماسك، شايفه روان؟ خلينا ناخذ هدول الحرام يروحوا خلص. أوكي. بسكر عليها بحطها على الاقل نص ساعه، ساعه ممكن ممكن قبل بيوم، بس اذا قبل بيوم طبعا بدكم تطلعوها قبل بوقت حتى تقدروا تشتغلوا فيها. هاي اللي طلعتها من الثلاجه، شايفين هي لسه بارده بس هيك بتكون متماسكه معي واسهل للتشكيل. رح نرقها بين ورق الزبده بين ورقتين، وبنفس الوقت انا هون مدوبه 250 جرام من الشوكولاته، اضفت لهم يا دوب معلقه واحده من الزيت حتى تعطيها هاي اللمعه الحلوه، زيت مش زبده، يعني ما بدي قناش انا بس بدي شويه زيت للمعه، راح ازين فيهم الكرات ولكن بعد الفاصل. ممتاز. اذا بعد ما فردنا عجينه السابلي بين ورق الزبده، وانا كثير بحب هاي الطريقه لانه مرات شوفوا شو بعمل، هلا بتجيبوا اي قطاعه اي حجم انتم بدكم اياه اي شكل، انا بدي اياها شوي سميكه زي ما قلت لكم، شايفه؟ بحاول استغل قد ما بقدر، طلعوا احلاهم. اوكي خلينا نحطهم على ورق الزبده اللي بدنا ندخله على الفرن، وبدي افرجيكم شغله كثير مهمه، انا شو بحب اعمل؟ هيها بحبها بهذا السمك، كثير حبيت حتى هاي الزقزاق القطاعه حلوه لذيذه. هلا زي ما حكينا بندخلها على فرن حرارته 180، وانا الصراحه بس بخبزها 6 لـ7 دقائق فقط. 180 يعني بصراحه فرني كثير حامي، يعني 7 دقائق اذا كانوا هدول شوي لانهم انصح ممكن 8 دقائق، بس ما بوصلهم للعشرة ولا الـ12 لا 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 ابدا. وهلا انا الشوكولاته زي ما قلت لكم بس ضايفت لها زيت نباتي، الزيت عشان اللمعه، وبس كل اللي رح اعمله اني بس رح اعمل دريزل بهاي الطريقه خطوط عشانها سهله كثير، وهيك اي حدا بيقدر يعملها، بس المهم انكم تضيفوا لها شويه زيت. طبعا هلا هاي الشوكولاته كثير سائله، شو بعمل؟ برجع بدخلها على الثلاجه تجمد بس دقيقتين، او حتى لو تركتوها بحراره الغرفه هي رح تجمد، بس انا بفضل اسرعها بالثلاجه عشان لما احطهم فوق بعض خلص ما بيخبصوا بعض. ايوه واللي بيحبهم ساده حنخلي له كمان وحده ساده 100%. نحتاج ل 200 جرام من الزبده، 3/4 الكوب من السكر الباودر، بالاضافه ل 2 صفار بيض، 2 كوب طحين وفانيلا، وبدنا طبعا شوكولاته وشويه زيت.